بفاميلي اليوم موضوعنا الوظائف الدماغية وكيفية المساعدة ليكون هالمهارات موجودة عند الأطفال ويكونوا عم يقدروا يستعملوا وظائفهم الدماغية كما يجب. ومعنا باستوديو أسماء خياط شياح، موجودة معنا أخصائية نطق ولغة ومسؤولة عن الدعم التربوي بمقاصد حسام الدين الحريري. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. الوظائف الدماغية موجودة عند كل ولد، واليوم رح نحكي يعني عن أول شيء لما بيكون الوضع عادي وطبيعي بعمر كتير صغير، ولكن مع الوقت هل عم يقدر هالولد يستعمل هالمهارات أو يستعمل هالوظائف مثل ما لازم ولا لا؟ بس أول شيء، شو هي الوظائف الدماغية اللي لازم نكون عم ننتبه لها وكيف نقدر نشوف إنها موجودة وسليمة؟ الوظائف الدماغية هي، إذا فينا نقول، هي المديرة التنفيذية للدماغ أو الإدارة التنفيذية للدماغ. هي مسؤولة عن، أو هي بتسمح للولد أو الطفل من عمر صغير أنه يقوم بحيلا عملية بده إياها، سواء أن يربط شيت صباطه أو يمكن بعدين يقرأ تكست، طبعا بطريقة منظمة وضمن وقت محدد بينعطى له. وطبعا هذا الشيء بيتطلب تنظيم، بيتطلب تخطيط مسبق، بيتطلب سيطرة على الوقت المعطى له، بيتطلب مهارات ذاكرة كمان معينة. سو إذا كان في عنا خلل بأحدى العناصر، طبعا هون بيصير في عنا إذا بدك تشالنج أو تحدي عند الولد، ومش رح يقدر يخلص حاله بهالأمور اللي هي مطلوبة منه. طيب هون الوظائف الدماغية بعمر كتير صغير بنقدر نبلش ننتبه لها، لأن أوقات كمان نحن نبلش بكير ننبش عليها ونعتلهم، وأوقات لا بنتأخر. يعني وين الوظائف الدماغية؟ مبدئيا بتبلش عند الولد من عمر السنتين، ولكن ما بتكون كتير بعدها واضحة، وما بتكون بعدها نامية مزبوط. هلا بين عمر 3 سنين و5 سنين نحن نعتبر من إلا هي إذا بدك شباك التطور عند الولد. هون نحن بنبلش ندعم الولد وهالقد نستثمر هالقدرات عنده ونحفزها حتى إذا بدك نستفيد من هالقدرات اللي عنده ونسلط الضوء عليها. هون كمان بحب أذكر أنه في كتير عنا أولاد، طبعا نسبة الذكاء مختلفة بين ولد والتاني، وكمان القدرات الذهنية، ولكن كتير مهم أنه احنا نشتغل على القدرات الذهنية، لأنه هي رح تخلي الولد يستعمل ذكاء بشكل صحيح. يعني نحن يعني إذا بدك بشكل مختصر، القدرات الذهنية هي أهم من ما يكون عنا آي كيو عالي عند الطفل. وهذا الشيء طبعا ببين بعدين بمراحل لاحقة، خلال الدرس، خلال الحفظ. أوقات ممكن يكون الولد عنده آي كيو عالي ولكن قدراته الذهنية منا مناسبة لهالمهارات اللي أو يعني المهارة يلي بتخليه يعرف يستعمل هالقدرات الذهنية. صحيح صحيح. هون بنذكر الولد ذكي بس ما بيعرف كيف بده يدرس، ذكي بس مش منظم، فبيضيع هالذكاء وين ما كانه، فيه يكون يمكن أذكى من غيره. مزبوط. بس هالقد انه مش منظم ولا ما بيقدر يستعمل ذكاء مثل ما لازم انه بضيع. صح. فهون صح. شو لازم هون اذا بدك كمان في عنا 3 عناصر مهمين بالقدرات الذهنيه. في عنا اول شيء المرونه الذهنيه، في عنا الذاكره اللي هي الذاكره العامله، وفي عنا القدره على السيطره على النفس. اهم شيء طبعا الذاكره، الولد لازم يكون عنده بذاكرته كثير مبادئ ومعلومات مسبقة حتى يقدر يستعملها بحيلا موضوع تعرض عليه جديد أو بحل مسألة معينة، يكون جاهز. صحيح. بالنسبة للمرونة الذهنية لازم كمان يكون عنده هالبلان بي في حال هو ما قدر، يمكن ما بعرف، يفتح هالبوكس، يفكر ما يتلبك، يمكن أنا بروح بجيب شغلة بفتح هذا البوكس. الشغلة الثالثة واللي هي كمان سيطرة على الذات، هون بده يقدر هو يسيطر على حاله إنه مزبوط يمكن يكون في كتير عوامل مشتتة لإله، هون هو قدرته إنه هو يقدر يسيطر حاله، يحد من هالمشتتات حواليه ويقدر يسيطر، يقدر يركز على شيء. وهيدي كلها اشياء يعني بيتعلم عليها بالتمرين. طب شوفي، هو الانسان ما بيخلق عنده قدرات ذهنيه كثير ديفلوبي وناميه مزبوط، ولكن هون دور الاهل كثير مهم، انه بين عمر 3 و5 سنين مثل ما قلنا نترك الولد، نعوده على الاوتونوميه، على الاستقلاليه، مش نحن نعمل شيء كل شيء عنه. يعني مثلا طبعا بعمر صغير الولد بيبلش يربط شيء صباطه مثل ما ذكرنا قبل شوي، كثير مهم هون نحن نتركه يلا
وكثير مهم نعطيه كلمات تشجعه، انا عارفه انه انت رح تعمل هذا الشيء، بتقدر تعمله، يلا ما عليه لو اخذت وقت زياده فيك تعمل هذا الشيء. سو هون الولد قد بحس حاله هو قدام تحدي، اول شيء قدام حاله ليبينوا انا ايه بقدر اعمل هالشيء، وقدام اهله او امه انه ايه، وبعدين بالاخر طبعا الانكرجمنت انه برافو شفت انه انت قدرت تعمل هالشيء. سو بوقت لاحق بعدين هون رح يصير الولد عنده مثل موتيفيشن او هيك حافز انه يعمل كل شيء لحاله بدون ما يجرب ويعطي بدون كل قدراته. بس هون كمان في كثير اوقات اول الاهل بيكون ما معهم وقت، فيلا بربط هالشريط الصبات، وهلا عم نحكي عن الشريط الصبات، بس في كثير اشياء ثانيه. وفي اوقات كمان انه مش بكير بدنا نخليهم نشغلهم يعني، فنكون بخدمتهم دائما هون، فاذا عم نمشي بطريقه كثير غلط. صح. هلا نحن اذا بدك حسب هلا اللايف ستايل، ويعني ما بتعرفي هلا طبعا الرجال بيشتغل والمرأة بتشتغل، سو هون الاولاد شوي طالعين هيك ضحايا هيدا اللايف ستايل الجديده. سو بس مع هذا الشيء نحن كثير مهم انه بهيدا التايم ولو البسيط نعود الاولاد على الاستقلاليه معينه بكل شيء بحياتهم. ممكن هن اوقات نخليهم ياكلوا لحالهم، ما عليه لو جابوا حالهم، لو وسخوا حالهم اول مره ثاني مره بيتعلموا بعدين هن يعملوا الاشياء لحالهم. هلا عم نحكي عمر صغير، اذا بنحكي شوي عمر اكبر ممكن نحن نعود الاولاد على نعودهم على رياضه معينه، يمكن ناخذهم على مطرح يعلمهم سباحه. هون كمان هيدي المهاره، اذا انا بدي اتعلم سباحه بتتطلب ذاكره، انا الولد بده يحفظ ستيبس، بده يكون عنده تركيز كمان حتى يقدر يركز على شيء معين، وبتتطلب مرونه ذهنيه عنده انه هو انا ما قدرت بهالطريقه اسبح، يمكن في استعمل طريقه ثانيه. سو في كثير امور بتخلي الولد او اكتيفيتي ممكن نستعملها مع الاولاد، لحتى يعني اذا نحن ما عندنا هالوقت ممكن نستبدل هالامور باكتيفيتي معينين تنمي عند الولد هالقدرات الذهنيه لو لا يعرف يدبر حاله بالحياه. صحيح. بس هون عم نحكي هلا عن الاطفال يلي ما عندهم اي مشكله، بعمر معين ممكن نكتشف مشاكل، اول شيء باي عمر فينا نكتشف مشاكل او شو هي المشاكل اللي فينا نكتشف؟ إذا فينا نقول عمر السبع سنين أو ست سنين، فينا نقول جريد 1 أو صف الأول ابتدائي، هون الولد ببلش بده يكتسب أحرف، حتى عمر كي جي 3 أو روضة ثالثة، هون الولد بيكون بده يبلش يتعلم أحرف أصوات. هون بنلاحظ إنه يمكن أوقات ذاكرته مش عم تسمح له إنه يحفظ منيح، أو الانتباه عنده والتمييز النظري أو السمعي مش عم يقدروا يخلوه يميز بين الأحرف. هون نحن بنكتشف إنه أوكي لكن الولد مش كتير مجهز حتى يفوت بهالمرحله التعلميه. هون نحن بنبلش بنشوف اوقات تلخبط او 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 لغط بين الاحرف المتشابهه او الاصوات المتشابهه، وهون يعني اكثر شيء بينه بالاملاء، يمكن بالديكتي، بالحفظ اذا عندنا بويزي او شيء بده يحفظه الولد، هون بنشوف صعوبه عند الاولاد بهالامور. سو طبعا هيدا الشيء دور المدرسه هون انه تعمل هيدا التشخيص او رصد هيدي الحاله، اذا كان عندها بالمدرسه هالاكيب المناسب ممكن طبعا يقوموا بهالتست المطلوبين. طبعا هون بفوت بسيكولوج، بسيكوموتريسيان او اخصائي نفسي حركي حتى يعملوا تقييم لهالقدرات الذهنيه طبعا بشكل رقمي، وبعدين يقوموا بالثيرابي المناسبه لعلاج او لمعالجه هيدي الحالات. بعمر معين ممكن يعني نلاحظ مشاكل عند الولد، اوقات بتمرق مع الوقت، يعني مثلا ممكن يكتب الحرف بالقلب او ممكن يكتب الرقم بالقلب، او ممكن يشوف الاشياء على طريقته، او ممكن يقرر انه الخي مثلا ما لها نقطه. يعني ويعني كمان هون يمكن في اوقات عند معين يعني بقى معند انه هو هيك شايف الاشياء مش غير شيء هون. صح. كيف المساعد هون؟ طبعا يعني نحن هيك بنفرق بين ولد عن جد عنده صعوبات بقدراته الذهنيه، او هيدي مثل مشكله عابره يمرق فيها كل ولد على كل حال. يعني قصص اللغط بين الاحرف هي بتضل لهلا، نحن بنضل نلاحظ لعمر صف الخامس بضل في اولاد عم يتلخبطوا بين الاحرف، بدهم مبسوطين فيها ما بدهم يغيروا يعني. صح. سو هون نحن بس نعمل نحكي اكثر عن هالتشخيص وهالعلاجات اذا فينا نقول، او المساعده بعد هالوقفه. احتجاجا على عدم اطلاق ابنائهم، اهالي العسكريين يقطعون طريق القلمون. المستقبل وحزب الله يؤكدان ضروره ايجاد المناخ الملائم لعمل المؤسسات. ريفي العطله الحكوميه لن تستمر اكثر من اسبوعين على ابعد تقدير.
عسيري، لبنان بحاجة إلى رئيس ونتمنى إجماع اللبنانيين على شخص توافقي. كيري يطالب لافروف بالعمل على تطبيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم، ابقوا معنا. تابع فاميلي، معنا أسماء خياط الشياح، أخصائية لغة ونطق، وموضوعنا هو الوظائف الدماغية عند الأطفال، كيف نقدر نكون عم نساعدهم فيها. وكنا قبل هالوقفة عم نشوف إذا الولد أوقات بيكون مشكلته عابرة، صحيح، فأوقات يمكن منركز عليها زيادة بنصير عم نتخذه، مزبوط، أو ما بننتبه لها فكمان ما بنساعده. صحيح كمان مثل ما قلنا، فإذا هالأمور أو هالأغلاط ممكن تبقى مع الولد للصف الخامس وما تعتبر مشكلة، بس نحن هون مجرد ما شفنا أو عملنا تيستينج لهالقدرات الذهنية طبعا من قبل المختصين بهالمجال، ممكن نحن هون نفرق نقول إنه أوكي، لكن هيدي مش أغلاط عابرة، هيدي في عنا هون باز أو هالمهارات ما قبل اللغة المكتوبة أو 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 اللغة المحكية منا سوليد، منا مبنية بشكل صحيح. هون طبعا تتطلب تدخل من قبل الأخصائيين. أما الوضع الثاني بيكون مشكلة عابرة وهي طبعا بيمرق فيها يمكن هلأ 80% من الأولاد. شو المفروض نعمل تركهم؟ نو ابدا، يقتنعوا لحالهم؟ نو، فينا طبعا نعمل نحن تمارين، ولكن ما بيكون التوجه عن اخصائيين، سو ما بيكون المشكله، ما بتكون مشكله، بتكون وضع عابر. كل ولد بتكون يعني انتم كاخصائيين، وخاصه لما بتكونوا موجودين بالمدارس، مش كل المدارس عندها اخصائيين موجودين كل الوقت، ولكن يعني المدارس اجمالا بتحاول تنتبه على المشاكل الموجوده. بس لما بتكونوا موجودين بالمدارس، شو علاقتكم مع الاساتذه بتكون؟ هون طبعا نحن بنزود الاساتذه ب اذا بدك تمارين معينه بنشتغلها مع الاولاد، بنزودهم ب اوقات بنصوص معينه مختلفه عن نص الصف، يمكن هالولد بيتطلب او نعطيه نص مختلف عن الصف نضوي فيه على هالاحرف اللي هو بلخبط فيها. ممكن اوقات نشتغل اورال على مع هالولد لحتى نشتغل اكثر على هالقدرات الذهنيه، بنذكر منها التمييز السمعي، التمييز البصري، لحتى اكثر نضوي على صعوباته. هون طبعا المعلمات بكونوا مجهزين قبل بوقت وعندهم هالباك جراوند الكافي عن هالمواضيع، وهن اكثريه الوقت بيساعدونا انه نحن نرصد هالتلاميذ ونلحقهم باقرب وقت. هيدا اذا كان في تركيز على هالموضوع، ولكن كمان في كثير اوقات بيكون يعني في بالصف 30 او 40 تلميذ، ويعني الاساتذه منهم على قد قادرين انه كل واحد يشوفه على رواق شو مشكلته. مزبوط. يمكن تمرق السنه لحتى يقدروا يستوعبوا شو مشكلته، بيكون يعني مرق الوقت. هون الاهل قد ايه هن فيهم يكونوا كمان عم يرصدوا هالموضوع؟ طبعا هلا نحن اذا بدك ببلش من الصف تقريبا، والمعلمات حتى او الاهل بيلاحظوا هالشيء من خلال الاملاء، من خلال هالامور اللي هي بتتطلب اذا بدك يعني سمع، مهارات سمعيه. هون كمان بنشوف هالشيء من خلال الاملاء، من خلال الشيء المكتوب، ونعتبره كسل. نحن بنعتبره اذا بدك او اكثريه الاهل هلا انه اوكي ما عليه، بكره بيصير، ولكن لما هالموضوع يتكرر او يصير يترجم باللغه المحكيه او بامور ثانيه خاصه بعدم الاستقلاليه، بعدم التنظيم، بنلاحظ انه اذا بدك يمكن الديسك تبعه مش مرتب، حتى اوقات بنسال الاهل البيت يمكن غرفته مش مرتبه، منه منظم. سو هون نحن شوي بنكتشف انه في عندنا امور خاصه بالتنظيم، بالتخطيط لحياته. يعني صحيح، هون شوي نحن بناخذ فكره مضبوط انه في عندنا يمكن بروبلم بالقدرات الذهنيه. لاي مدى ممكن مساعده طفل؟ وهل كل الاطفال يعني بيكون عندهم تقريبا نفس يعني مستوى المشكله، او كل ولد عنده مستوى مختلف؟ ابدا طبعا، بتتفاوت هالمشكله بين ولد والتاني، وهذا الشيء بيساعدنا اكثر. كل ما كانت نسبه الذكاء عاليه، كل ما كنا نحن قادرين اذا بدك او الولد قادر يحسن حاله بهالامور، يتجاوب معكم. طبعا كل ما كان الاي كيو عالي، كل ما هالقدرات الذهنيه بتتحسن وبتحسن هالذكاء تيستخدم بطريقه صحيه. ولكن قادرين نخليه يقطعها 100%؟ هلا او يتعامل معها يعني نحن بنخليه يتكيف مع هالامور، بنخليه يتحسن فيها لابعد مدى ممكن. وهذا بالنهايه دورنا كاخصائيين ودور المدرسه طبعا بشكل خاص، انه تخلي الولد يتخطى هالمشكله اتليست حتى يقدر يكون استقلالي بحياته، مش بس بالناحيه الدرس او بالناحيه الاكاديميه، كمان بحياته بعدين. قلنا انه 80% من الاطفال ممكن يكون هالشيء عابر عندهم تقريبا، فاذا في 20% عندهم المشكله.
فينا يعني شوف هلا ما في دراسات محدده بتايد هيدا البورسنتاج مبدئيا 80%، يعني هالموضوع دائما هلا كثير عم نشوفه سو منه شيء اكزاكت، يعني الارقام منها اكزاكت، ولكن في نسبه مع نسبه مهمه من الاولاد هلا بنلاحظ بعد لصف الخامس وعندها هاللغط بين هالاصوات او عندها هالانواع المشاكل. والمساعده او المعالجه بتبدا بعمر صغير، يعني صحيح. مش بدنا ننطر نحن عاده اوقات كثير بنفكر ننطر انه يبلش هالولد يكبر تيقدر يستوعب، بس الهيئه انه لا نو طبعا التدخل المبكر كثير مهم، ومثل ما قلنا دور الاهل كثير اهم كمان انه نتفادى هالامور، وكل ما نحن اشتغلنا على هالامور هالقدرات الذهنيه عند الولد كل ما بعدين عم نوصل عندنا ولد هالقد استقلالي بحياته، هالقد ناجح بحياته، بيعمل هالمهنه اللي هو بحبها اللي هي هالقد يعني ليفل تبعها مختلف عن ولد ثاني. اسماء خيات شياح اهلا وسهلا فيك، مسؤوله الدعم التربوي بمقاصد حسام الدين الحريري، شكرا لوجودك معنا. هلا وقفه ونرجع نتابع نحن وياكم لايف مع واتسون ام تي في، خليكم معنا.